مساء الخير أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. سنتوجه الآن إلى جبال أراكاز لإعادة تصوير الظاهرة الفيزيائية التي صورناها لكم قبل يوم أو يومان وعرضناها لكم ووعدتكم بإعادة تصويرها بشكل أوضح. سنتوجه الآن إلى جبال أراكاز لتصوير الظاهرة الفيزيائية. تابعوا. الآن وصلنا للمنطقة اللي توجهنا لها، وطالما بحثنا عنها اكتشفناها قبل كنوم وصورنا فيديو. اليوم زرنا نفس المنطقة لغرض تصويرها بشكل أفضل وأدق مما صورناها قبل كنوم. نحن الآن فوق جبال أراكاز، هنا منحدر. هذه المنطقة هي المنطقة اللي كنا نتحدث عنه، اللي يقولون عنه انه خالي من المجال المغناطيسي. هذا قبان وضعناه للتوضيح اكثر. ارض مستوية يرتفع تدريجيا. هذه المنطقة التي انا واقف عليها مستوية لكن مرتفع تدريجيا. الآن سأركب السيارة وأضع محرك السرعة على النشرة ونشاهد كيف تتحرك السيارة للخير. نحن على المنحدر الشكل. الآن محرك سرعة السيارة على وضع باركينج فيت، لاحظوا. والآن على وضع R return للخلف، وها الآن على وضعية N natural، يعني السيارة محرك السرعة على وضعية بوش، لكني ضاغط فرامل السيارة لكي لا تتحرك. الآن رفعت رجلي من الفرامل، محرك السرعة على وضع ناتشرال. سأترجل من السيارة وأشاهد ماذا سيحدث. طبعا عائلتي بالسيارة خافوا لو روح نوقع بالوادي، مجازفة على خاطر متابعينا الأعزاء حتى تعرفون إيش قد نحبكم ونعزكم. هذه ظاهرة موجودة فوق جبال أراكاز. اللي يريد يحب يزور هذه المنطقة خليه يتصل بينا وإحنا برحاب الصدر نصطحبه. عندكم مجال لغاية منتصف أو نهاية الشهر العاشر. لو وصلتم أرمينيا بإمكانكم الاتصال بنا لنصطحبكم إلى هذه المنطقة، وخصوصا الناس الأشخاص نقول المعنيين بالفيزياء. عن جد إذا يحب يستطلع المنطقة يكون دراسة عنها خليه يتصل بنا، لأن بعد الشهر العاشر مستحيل نقدر نوصل هذه المنطقة بسبب كثرة تساقط الثلوج.
ولذلك عندكم أمامكم تقريبا شهر شهر وكم يوم، ويعتمد إذا ثلوج تأخرت تساقطها أيضا نقدر نصطحبكم. راح نكرر العملية مو بالسيارة، راح نخلي الكرة بالأرض ونشوف شو راح تصير. شاهدوا أمامنا منحدر، هذا المرتفع، شاهدوا المرتفع ما بها أي غش، العملية فيزيائية الصرف. صراحة أنا تحليلها ما أعرف شو التحليل، فإحنا علينا أن ننقل لكم هذه الطاقة. هسه عندنا هذه الكرة، هذه كانت التجربة بالكرة. انطينا بطل مي، اعتقد واضح السيارة على مرتفع. مهد بي التدحرج باتجاه الأعلى، جيب البطل ماسيس، صب مي على القاع، افتح القفر. هذا طبعا ابني تعرف عليه ابني ماسيس، صب المي ليش اترس البطل كله، فرغ البطل، شوف اتجاه المي، عمين الأسباب. يجري الماء باتجاه الأعلى، أكثر من هذا ما أقدر أوضح لكم. أكرر مرة ثانية أن تثقوا بهذه الظاهرة، ولو أكو ناس متخصصين أدعوهم لزيارة هذه المنطقة. أرجو الآن الانتباه أكثر، الآن أترك السيارة على وضع عين، هذا وضع عين، وسأرفع قدمي عن البريك، بدأت السيارة بالارتفاع تتحرك باتجاه عكس المنحدر، والسرعة تتسارع طبعا. هذه بقعة الماء اللي أجرينا التجربة بها قبل قليل، الوضع عين والسرعة تتسارع، ما زلنا على وضعية الآن. الآن بدأ المنحدر، هذا هو منحدر، بعد رجعت الأمور طبيعية، وإحنا نسوق سيارة على وضع دي. وبهذا أنهي التقرير لهذا اليوم، أأمل أن أكون قد وفقت بتوضيحها أكثر من التقرير السابق أو أكثر من الفيديو السابق. كان معكم هيك دانيال من أرارات للسياحة.